مساعدة ترجمة الكتب، أي شيء أنت لازم تحط لك أساسيات بسويها في برنامج. الشهر كل أسبوعين بسوي مبادرة، كل موضوع بسوي كذا، جلسة بسويها كذا، ترفيه بنسوي كذا، اليوم أن الشباب بنجلس نتكلم مثلا عن كيف أنا أسعد أخواني، كيف أشياء بسيطة ترى الجمهور ودهم يشوفونها موجودة معكم. طيب وصل لنا التحديث الأخير وبنعلن عن الأسماء، وزي ما قلت نبدأ من العشرة ثم إلى التسعة. عشرة تسعة ثمانية. عندي مشكلة في النطق ولا عندك مشكلة في الفهم؟ واحدة منها أنا مخطي ولا من حقك يا حكام صوت تتعب في عصابة. طيب طيب وصلت اليوم، وصل إلى المركز العاشر في التصويت فهد محمد القبعان. فهد استمر على الوجود وثبت، ولكن ايضا زي ما قلت لكم كانت فيه تفاوتات، ترى فهد نزل ثم رجع باذن الله باذن الله. طيب التاسع نايف محمد اليامي. نايف ايضا لازلنا نقول يعني على حسب التحديثات الاخيره في ثبات، مو بثبات ترى، تراها متغيره، تغيرت الارقام ولكن بعضهم يعني داحم وزاحم على مكانه. الثامن تركي بن عبد الله القحطاني. تركي بن عبد الله القحطاني ايضا يقول ما راح انزل واطلع، لان تركي ترى في التصويت من التصويتات نزل من العشره ما طلع معهم، وثاني مره رجع. ايضا السابع حشر بن حماد بن حمد، حشر بن حمد الفهاد. ونعم والله، ونعم يا ابو حمد، وان شاء الله ابو حمد انت بديت معنا بالسابع. انا عندك مايك، اذا ما عندك مايك اسحب اي مايك، لان ابغى اعلن بسرعه عشان في فقره ثانيه ورانا. يلا يا ابو حمد. اول شيء الله يمسك بالخير جميعا. وانجاز انجاز عادي، خذ راحتك. انا البرنامج علق، يمكن الرجل ابو شاب اللي برا يشوف البرنامج، لكن الحين اللي بنقول باذن الله القادم افضل. انا جتني اتصالات، اول شيء حاب ان اشكر ابي الله يطول في عمره واخواني يعني ما عدمهم، وعماني الله يطول في اعمارهم، وخوالي، واشكر ربعي الشهاي الفهاد والغيدان ويامن كلهم، وباذن الله اني اواعدهم. هم جاني اتصالات قبل شوي، لكن اختام الكلام اني اواعدهم اني بشوف مساعدهم، لكن المعنويه منهم والدعم منهم يبشون مساعدهم. يا ابو حمد الله يوفقنا وياك. اذن حشر كان رقم سبعه، سته فايز بن مانع الشهراني، فايز ستة. أعلننا عنك في البداية، لو كنت في الستة نفس الشيء ما تغيرت؟ كنت سبعة، كنت سبعة ثم طلعت إلى ستة. طلعت ستة. أي نعم. خمسة اللي يعني كان له دخول قوي، فيصل بن علي الحازب. فيصل. وين فيصل معنا؟ وين فيصل؟ المجموعة الثانية فيصل، قلت لكم في دخول من المجموعة الثانية. أربعة يستاهل. ما شاء الله عليه، أنا شفت إنه يعني والله إنه متحرك. وين فيصل؟ وثابت. فيصل هو موجود في المجموعة الثانية. الرابع كان إيش؟ الرابع كان تركي ابن ثفيل السبيعي. ونعم يا تركي. فتركي صراحة كان لك دخول حلو اليوم في التفاوت الأصوات، كنت توصل الثالث ترجع، فبإذن الله انفعلك الطيب والتوفيق إن شاء الله. قلها. افتح المايك، افتح المايك، افتح المايك، تكفى مقفل مايك من الحين. هذه المشكله، هذه اللي والله بتضيع النقاط ذي. احب اشكر ابوي، هو اللي سبب دعمي والله يبيض وجهه، واشكر ربعي. وفي كلمه قالها المقدم عبد الله، قال وين جمهورك؟ شوف جمهوري يسوى عوضك. وشكرا لكم. تركي دخولك جميل، وجودك جميل، وتنافسك مع اخوانك جميل، وان شاء الله فالك التوفيق ان شاء الله. حقق الثالث محمد الرزق، محمد بن هادي. محمد لازال على تصريحاته ويقول بإذن الله. كفو يا محمد. كفو يا محمد، وإن شاء الله التوفيق لك يا حبيبي. كفو. حقق الثاني تعال بدلي. حقق الثاني ناصر البريك. لازال ناصر ماسك مكانه، وناصر صار فيه تراجع ولكن رجع وطالع ما شاء الله عليه ثم رجع، ولكن
إذن ناصر أبوه البراء. لبيه يا ناصر. أول شيء أحب أشكر رجل الفعايل أبوي ظافر بن هشام الضرير. نعم. معكم زوج. وعمي عبد الله ابن هشال البريت. ونعم. وعمي معجب. وشكر خاص الفهد ابن عبد الله السبيعي. ونعم. وكل من دعم وربعي البريت واي رجال اندفع من اخوياي ولا رجل من المعارف بيض الله وجهه. والله تستاهل. والله لان القادم اجمل. يا سلام عليك يا سلام. سعدكم. وهذا هو المطلوب من التنافس. التنافس الشريف الحماس هذا صراحة يبعث في النفس أنه يقدم الإنسان ما عنده وما أجمل ما عنده، لأن كل لحظة طالع للشاشة تبقى لها ذكريات جميلة، تبقى لك وسي في جميل لك في حياتك الإعلامية القادمة بإذن الله. حقق المركز الأول وشيء يعني قلنا يمكن توقع وتغير الأمور. إذن حقق المركز الأول وأخذ 2000 نقطة اليوم غير وكان وجوده غير. ألف مبروك لسيف آل سالم. ما شاء الله تبارك الله. سيف لا زال واقف على غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل سكير وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما احتمل كلمته وقال والله انها ما تروح مني على ان تعال هنا يا سيف في النص هنا سيف احتمل كلمته وهو كفو وقدر لا هو ولا ربعه ولا محبينه ولا جمهوره والشيء هذا صراحه يعني يبعث في اخوان المتسابقين تحدي قادم اقوى وانت بين زحول الرجال اللي مدرك وشروات اللي بينافسون ايضا ولا راح يخلونك يعني الشباب اللي راح الاول والثاني انت نزلت ولكن رجعت ثم نزلت ثم رجعت ولكن انت التصويت اليوم معنا ساعتين اعطيناك اياها ولكن اثبتت نفسك يا ابو مهدي وانك لازلت باذن الله لازلت متصدر على الاول واضيفت لك الألفين نقطه اذا الله وفقك ودخلت البرنامج باذن الله انها بتكون من نصيبك والمركز الثاني البريك بياخذ 1500 والرزقي راح ياخذ له 1000 طيب سعد حبيبي سلام كيف تتوقع الايام الجايه الأيام الجاية بالنسبة أول شيء خلوني أسلم على الجمهور وبيض الله وجيههم وجمل الله حالهم تراني ناظر في الكاميرا لا معك ورقة هنا لازم نطلع عليها بيض الله وجيهكم وجمل الله حالكم والله يهينكم بيض الله وجه كل من دعم ووقف مع سيف لا من ربعي ولا من جماعتي ولا من متابعين ولا مشاهدين ولا الحبايب اللي يشوفون سيف يدعمونه أحب أشكر الله اللهم لك الحمد وأشكر ربعي هذولا وأخواني وأخوياي اللي جالسين والله العظيم والله العظيم يا الربع يا الربع والله العظيم ثم والله انكم اخواني والمحازمه الطيبين وبيض الله وجيهكم انا 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 منكم وانتم مني والله نجاحي من نجاحكم ونجاحكم نجاح السؤال يطرح نفسه الان ابو مهدي هل تواظب وتحافظ على وجودك حتى دخول البرنامج لان ايضا هناك قرابه 30 متسابق ما بعد دخلوا وربما يكون هناك مزاحمه ومداحمه واخذ وشيل وحط ولكن ان شاء الله الثقه فيك يعني على وقفتك اليوم على المسرح انها تتجدد وتبقى ان شاء الله في المركز باذن الله ان خذيتها مجددا ولا خذوها المطالق ذولا والله اني ابارك لهم يا سلام عليك بس بقول لك منافسه قويه نعم ايده بارده الرجال مره اكيد اخوك هو منافسه منافسه قويه والشباب شادين حيلهم واشوف في شنبات جايه تقول ونعم ونعم فيهم كلهم جميع جايه بتطق في الحديد لا ونعم وش في حظيك تضمن بعد الله سبحانه وتعالى انك بتبقى ايام جايه ان شاء الله اذا بقيت هذا فضل الله يعني عذبني وش اشياء الاشياء اللي بتخليني اول شيء ان شاء الله اني انا احب نفسي كلنا يحب نفسه وان شاء الله اني اقول اني ما بمدح نفسي
وكلكم عارفيني وتعرفون اللي في خاطري وان شاء الله اني استاهل. كفو يا وانا لها. كفو يا ابو مهدي. كان يا ابو محمد اسمح لي اسحب. اسلم اسلم اسلم. شايبكم ابو علنا اصغركم وقت عمر بس اولا الله, الله يطول اعماركم جميع والله يبيض وجيهكم فرحتكم يا اثنين. كان احنا اخوانكم الصغار وهذه شيء كبير لنا تستحق. ابو مهدي تراه من خوال الشايب الرجال ذا مالك زود مالك. وهم من رابع مشاكيل وبيضان وجيه ويحتمونها والله اني صادق من غير قصور في اخوانا واخواننا المتسابقين. اللي بقوله الله يبيض وجيههم ويطول في اعمارهم. لا عمامنا ولا ربعنا ولا احزامنا الجيد ولا احنا الا بالله وبهم وبالجمهور الطيب. ونعم بكم ويبشرون بسعادهم. وانت يا محلف يبيض الله وجهك قدمت قدمت مثلت خير تمثيل انت ولا عبد الله الراجح. ويا عجب عينك ابو مهدي والله اني صادق. اذا اعزائي المشاهدين كانت هذه الكلمات الجميله التنافسيه بين الشباب هي ختاميه لساعه الذهبيه اللي ربما تتجدد مع ادارتنا وحبيبنا ناصر الغامدي. اليوم مددناها لكم ساعتين ولكن باذن الله المأمول اكثر واكثر لوجود نجوم بكل أمانة يستحقون. ينافسون على وجود وعلى مواهب وعلى تواجد وعلى كمية عطاء يريدون أن يقدمونه على شاشة الواقع الذهبية. بإذن الله نحن كلنا أمل في محبين النجوم الموجودين سعد معنا. سعد عندك كلمتين رجال بيتين بيقولها. طيب يلا أنا نشوف الرقم اليوم معك منيب جاهز خل جاهز منيب جاهز منيب دائم معنا منيب يلا استعن بالله. يقول قبل النتائج نحتفل بالانتصار لا حد يبشرنا ترى حن خابرين حنا الكبار اللي فعلنا كبار من خلقة الدنيا وحنا الأولين الأولين. إذن بعد الأبيات أستودعكم الله وأتمنى إن شاء الله للمجموعة الموجودة اليوم التوفيق دائما وابدا. استودعكم الله موفقين يا شباب ورحمه الله وبركاته. موفقين يلا شدوا رايكم ان شاء الله مليون باذن الله باذن الله. الله يسعدك يا حبيبي الله يجزيكم جميعا الله لا يهيكم. لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الاساسي والكل اهلي وناسي والكل ذكر وناسي قولي فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما فني وحضوري والثقة لازم 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 ضروري.